هذا هو هذا مريض نايم على بطنه، هذا ظهري مريض وهذا بطنه، هذا البطن مال من اجي اريد اوصل اللي هنا هاي ديسك، شلون هاي غرفه وانا دا اجي من السطح اريد اجي فتشي بالقهوه، تخيلوا هاي الغرفه هسه هي سباينال كانال، القاع هي البودي، اللاميني والسباين هي السقف، حتى انزل من السقف للقاع اشيل فتشي بالقاع اشوف، لازم شو اسوي؟ اول شيء اشيل هذا، وصلت للكنال، حتى اوصل لهذا اشيل لاميني اشيل اللي قمنته بكلامه واجي هنا اشيل صعبة؟ هذه اسمها هيمي لامينكتوم، هيمي او بارشال لامينكتوم، اذا شلت اللامين الثانية شنو صار؟ فل لامينكتوم، هيمي لامينكتوم من جهة واحدة واضح؟ احيانا شو اسوي؟ اسوي بس اشيل هاي من اللامينة نصها، اشيل اللي قبلته من فلافا وافوت من هالفتحه واشيل الديسك، هذه شو يسموها؟ فينستريشن، فينستريشن يعني اشيل شويه من اللامينه من فوق اللامينه جواها اسوي لي فدوير صغيره، هذه تحتاج اكسبيرينس، مو مال واحد مبتدئ غشيم استوى اللي استوى ما يشوفه في الفتره، يفتح يشيل كل اللامينه حتى يوصل او يشيل جزء منه، او هسه كلما تصير هاي البروسيجر هسه اندوسكوب اندوسكوب يشال الديسك، وهذا كيمو نيوكليرايسس كان قبل يستعملوه هسه البعض يستعملوه. فذني the methods of treatment of surgical treatment of disc.